أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم طبعة المشاهد، وإلى أبرز العناوين. الإليزيه يشهد لقاء الكبار ورؤية المستقبل، ويؤكدان في مؤتمر صحفي مشترك ضرورة التصدي للخطر الإيراني في المنطقة. انطلاق الاجتماعات التحضيرية لقمة الدمام وسط تحدي كبير لتطوير منظومة العمل المشترك. خالد الفيصل يطلق فكرة 16 في دبي بعنوان تداعيات الفوضى وتحديات صناعة الاستقرار. مشاهدينا إلى الملف الأول والأبرز، حيث وصف الأمير محمد بن سلمان الشراكة السعودية الفرنسية بأنها شراكة مهمة للغاية، خاصة في هذا الوقت الذي تمر فيه أوروبا والشرق الأوسط بالمتغيرات التي تحدث في العالم. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي أن المصالح السعودية الفرنسية مصالح متعددة وكثيرة جدا في مختلف المجالات، وأضاف أيضا أن التنسيق السياسي والعمل السياسي مهم جدا بين بلدينا بحكم موقع المملكة في العالم الإسلامي وفي العالم العربي وفي دول الخليج أيضا، وأيضا موقع فرنسا في أوروبا. أبرز ما تناولته الصحف مشاهدينا في هذا التقرير. تصدر المؤتمر الصحفي المشترك لولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي اهتمامات الصحف المحلية، والبداية من صحيفة الرياض التي أشارت إلى وصف الأمير محمد بن سلمان الشراكة السعودية الفرنسية بأنها شراكة مهمة للغاية، خصوصا في هذا الوقت الذي تمر فيه أوروبا والشرق الأوسط بالمتغيرات التي تحدث في العالم. في حين تناولت صحيفة عكاظ تحذير ولي العهد من تكرار اتفاق 1938 الذي كانت نتيجة الالتزام به حربا عالمية ثانية، في إشارة إلى الاتفاق النووي الإيراني. وقال الأمير محمد بن سلمان في المؤتمر الصحفي إن الانتظار لعام 2025 يخلق مشكلة مفادها ماذا لو أضحت بين إيران وإنشاء قنبلة نووية أيام معدودة في عام 2025. فيما أشارت صحيفة الوطن إلى تأكيد ولي العهد على أن هدف المملكة طبقا لرؤيتها 2030 هو أن تكون نقطة محورية للقارات الثلاث، مشددا على أن السعودية لم تستغل من إمكاناتها سوى 10%. ومن جانبها تناولت صحيفة المدينة كلمة ولي العهد خلال المؤتمر الصحفي، حيث أشار إلى أن هناك مشاريع هدامة في الشرق الأوسط أبرزها الخطر الإيراني الذي ينطلق من أيديولوجية توسعية. وفي ذات السياق أشارت صحيفة مكة إلى تعليق الأمير محمد بن سلمان بخصوص نووي إيران، حيث قال إيران لم تستثمر الأموال لازدهار الشعب وإنما لنشر الأيديولوجيا ولديها مشاريع هدامة بالمنطقة. ومشاهدينا، قبل الخوض في ملفاتنا الصحفية دعوني أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ مبارك آل عاتي محلل سياسي، حياك الله. أهلا وسهلا بك وبمشاهديك الكرام. في البداية أستاذ مبارك، اللقاء بين ولي العهد والرئيس الفرنسي كان مختلف تماما، وكان واضح ما بينهم التوافق التام فيما بين الطرفين، تعليقك على مستقبل العلاقات بين البلدين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة أن العلاقات السعودية الفرنسية، مستقبل العلاقات السعودية الفرنسية والذي يمثله سمو سيدي ولي العهد القيادي الشاب ورئيس فخامة الرئيس مانويل ماكرون، وهو أيضا الرئيس الشاب أو أصغر رئيس فرنسي، حقيقة أن هذه دلالة واضحة لمستقبل البلدين ومستقبل علاقات البلدين، التي ترتكز حقيقة على تاريخ عميق من التعاون المثمر بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية. أنا أشبه حقيقة زيارة سمو ولي العهد التاريخية التي تختتم اليوم للجمهورية الفرنسية
بالزيارة التاريخية التي قام به جلالة الملك فيصل رحمة الله عليه عام 1967، تلك الزيارة التاريخية عندما التقى بالرئيس شارل ديغول، ونجح رحمه الله في تغيير رأي الرئيس ديغول عندما قال لرئيس وزرائه: الآن فهمت حقيقة الصراع في الشرق الأوسط، عندما أقنعه الملك فيصل رحمة الله عليه بوجوب الحياد إن لم يدعم الفلسطين فعليه بالحياد، ونجح جلالة الملك فيصل رحمة الله عليه في مساء. أنا أعتقد أن زيارة سمو ولي عهد الآن تشبه تلك الزيارة، لأني أرى أن هناك تطورا، وآمل أن يكون هناك تطورا في الموقف الفرنسي تجاه الاتفاق النووي الإيراني 5+1 التي كانت فرنسا تقف حقيقة مع وجوب التمسك به والاستمرار به. ولعل تحذير ولي العهد في المؤتمر الصحفي، بتحذير ولي العهد لفخامة الرئيس، من أن التمسك بذلك الاتفاق هو حقيقة فيه خطورة على المنطقة، لأنه يشرعن للبرنامج النووي الإيراني، ويشرعن لسلطات الملالي بأن تستمر في هذا المنوال التي هي سائرة عليه، وأن تستثمر في الشر على حساب الشعب الإيراني كما أشارت له عناوين أحد الصحف. مؤكد الزيارة وهي ذات طابع اقتصادي في 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 اتفاقياتها، لكن هناك جانب سياسي كبير وواضح منها، ونجح سمو ولي العهد فيه كثيرا. نعم. إذا كان نجح اقتصاديا في إبرام هذه الاتفاقيات الضخمة حقيقة، والتي ستعود بالمنفعة على الداخل السعودي سواء اقتصاديا أو ثقافيا أو فكريا، إلا أن هناك جانب سياسي كبير نجح سمو ولي العهد في إيصاله للقيادة الفرنسية. صحيح. أكد ولي العهد بأنه لا ينتظر امتلاك قنبلة نووية، كذلك لا يريد تكرار ما حصل في عام 1938 الذي نتج عنه الحرب العالمية الثانية. ما مدى صدى هذا التصريح للعالم؟ سمو ولي العهد في لقاءاته وفي حديثه التي جرت في الولايات المتحدة الأمريكية كلها وفي الرياض أيضا، حذر من هتلر العصر المتمثل في المأفون خامنئي الذي يسير مسيرة هتلر. وتحذير سمو ولي العهد في مؤتمر الصحفي مع الرئيس ماكرون عندما قال أننا لا نريد تكرار اتفاقية 1938. بالمناسبة، وكثيرا من الأخوة يتساءل ما هي اتفاقية 1938؟ هذه اتفاقية ميونخ أو معاهدة ميونخ. كان هتلر النازي يريد أن يبتلع أوروبا شيئا فشيئا، وكان يرى كثيرا من الألمان ينتشرون في أجزاء من أوروبا بينها جمهورية تشيكوسلوفاكيا، وتم عقد اتفاقية بحضور الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين في غياب تشيكوسلوفاكيا، تلك الجمهورية التي كانت تعتمد على أن علاقاتها المتميزة مع فرنسا وبريطانيا ستحميها، وغابت عن حضور هذه المعاهدة، وإلا أنها اكتشفت أن هذه المعاهدة لم تحميها، بل أنها قدمتها لقمة سائغة لفم النازية هتلر. فلذلك سمو ولي العهد يحذر من تكرار ذلك الاتفاق، من أن اتفاق 5+1 هو في خطورته يشابه تلك الاتفاقية أو تلك معاهدة الخيانة، سميت خيانة ميونخ، لأن اتفاق 5+1 نرى نحن في السعودية أنه يقدم المنطقة بأكملها على طبق من ذهب لإيران. نعم. مقابل أن يروا تحسن في سلوك السياسة الإيرانية، لكن الحقيقة التي تغيب عن 5+1 تغيب عنهم حقيقة أن نظام الملالي ليس بجمهورية وليس بنظام، هو نظام ثوري قائم على التوسع، قائم على تصدير الثورة، قائم على قضم العالم العربي. نعم. قائم على سفك الدماء العربية. نعم. نعم، جميل جدا. دعني أرحب بضيفي الذي انضم لنا عبر الهاتف، الدكتور محمد الفايدي، خبير أمني واستراتيجي، أهلا بك. ملف الإرهاب كان كعادتي حاضرا في كل جولات ولي العهد، أكدت أن المملكة لعبت دورا محوريا في مكافحة الإرهاب، طبعا أكدت هذا الشيء فرنسا. كيف تنظر إلى حجم العمل في هذا الملف، خصوصا أن لا يمكن العمل أو التحرك بهذا الملف بمعزل عن الرياض؟ أمام تحول في السعودية لجوانب التنمية والاستقرار الوطني والاستقرار الإقليمي والعالمي،
إذن هذا التوجه الذي يقوده ولي العهد هو يقود هذه النقلة، لأن هناك مجالات في الوطن لا زالت لم تستقل ولم تستثمر إلا 10% منها، وأمامها 90% مساحة للأخذ كل السبل المحافظة على هذه التنمية التي بنتها المملكة في أقل من 50 سنة، وهو يدرك أن حجم التنمية التي بنيت عبر السنوات الماضية تحتاج إلى نوع من الدعم الجاف النظامي من النظام الدفاعي والنظام الأمني، هو بدوره يحقق هذه التنمية ويوفر لها كافة مقوماتها، وهو يدرك حجم ذلك المهدد الذي ينحصر ويتركز جله في التطرف والإرهاب، هو ذلك السلوك الإجرامي الذي تنتهجه تلك المنظمات الإرهابية داعش والقاعدة والحوثيون وحزب الله وغيرها ومظلتهم الكبيرة إيران. إذن هذا التحدي عندما يضع ولي العهد على الطاولة أساسا الفرنسيين، هو يدرك حجم المعاناة التي عاشتها فرنسا، لا. ذلك التهديد الإرهابي الكبير في باريس، ذلك التهديد الإرهابي في نيس وغيرها في المقاطعات فرنسا. إذن فرنسا تمر لبعض التحديات تتعلق الآن ببعض الإضرابات في مجال النقل. إذن هذه الجوانب عندما يناقشها ولي العهد بوعي ويدرك حجم التهديد في المنطقة في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا والتنظيمات الإرهابية في سيناء، إذن هو يدرك تسيير الحدود وخطورته بين الدول والإمكانات الفرنسية التقنية والعسكرية و الأمنية التي تستطيع منها المملكة بسط شراكات جديدة تستطيع أن تحقق الأمن والاستقرار للمملكة ولفرنسا ولأوروبا التي كذلك تعاني من بعض الاهتزازات التي يلعب الإرهاب دور أساسي في تحريكها من خلال منظمات إرهابية عبر الحدود. نعم دكتور محمد، الأمير محمد بن سلمان أكد على أهمية الشراكة مع فرنسا لدحر التحديات ومواجهة كل التغيرات والتحولات في المنطقة والعالم. برأيك كيف يمكن للرياض وباريس التحرك من هذا المنطلق، وما حجم العمل المنتظر منهما؟ حجم العمل كبير. فرنسا دولة قوية ودولة مؤثرة ودولة صناعية وخاصة في الصناعات العسكرية، ودولة عضو في مجلس الأمن من الخمس الكبار التي فيها حق الفيتو، دولة محورية في الاتحاد الأوروبي وفي الاقتصاد الأوروبي عامة وفي التجارة الدولية. ولي العهد يدرك قيمة وقوة فرنسا المؤثرة وتحديدا في 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 لبنان وفي سوريا، وذلك الصراع المحموم الذي الآن تعاني منه الحكومة، وهذا القتل بالأسلحة المحرمة الدولية والكيميائية وثلاث أنواع هذه الأسلحة والمهددات، وتستطيع المملكة أن تتكامل مع الدول الفرنسي والدور الأوروبي والتوجه البريطاني وكذلك الأمريكي لوضع إيران في حقيقتها وتطويرها داخل حدودها، وعدم إعطاء هذه الفرصة لدعم الحوثيون بالصواريخ البالستية التي تضرب عمق المملكة وتهدد دول مجلس التعاون الخليجي والتنمية فيه. إذا فرنسا وأعلن رئيسها صراحة أنه هو يدرك المعاناة التي تهدد المملكة من الصواريخ البالستية التي تصنع في إيران وتهدد الحوثيون في اليمن، ويدرك هذه الخطورة على استقرار الملاحة الدولية في المحيط الهندي وفي مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأن هذه التجارة الدولية لفرنسا نصيب كبير جدا فيها، وهو يبذل كل هذه الجهود المحافظة على كذلك تنمية العلاقات مع الشركات السعودية والشركات الفرنسية. الحديث عن حوالي 18 مليار 19 معاهدة واتفاقية بين المملكة وفرنسا جديدة. جميل. هناك كثير جدا في جوانب اقتصادية وبعضها تتعلق صحيح بالنظام الدفاعي والنظام الأمني. صحيح. الدكتور محمد الفايدي خبير أمني واستراتيجي كنت معنا، شكرا لك. مشاهدينا أكتفي بهذا القدر الحديث عن هذا الملف، وأنتقل إلى ثاني ملفاتنا الصحفية وخبر من صحيفة الرياض، حيث أكد عدد من المختصين أن القمة العربية 29 فرصة تاريخية أمام الدول
العربية للخروج من دائرة الإحباط والعودة إلى ملف تطوير منظومة العمل العربية المشترك، كونها قمة تعقد على أرض المملكة ذات الثقل السياسي والاقتصادي العالمي والموقف الذي يتيح لها الدور الفاعل والقدرة على تحقيق الكثير من التغيير في مختلف القضايا والملفات التي تهم الدول العربية إقليميا وعالميا. في حين أشارت صحيفة عكاظ إلى أن قادة وزعماء الدول العربية يتباحثون الأحد القادم عدد من الملفات المهمة، بينها تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية. ومن جانبها أشارت صحيفة الحياة إلى أن كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية أنهوا اجتماعاتهم التحضيرية أمس في الرياض. أستاذ مبارك، كيف يمكن تفعيل دور جامعة الدول العربية بشكل أنها هي من تقوم بحل قضايا المنطقة العربية؟ حقيقة المملكة لا تزال تراهن على وجود دور حقيقي وفاعل لهذه المظلة التي تجمع دول العالم العربي. لا نزال ننظر بعين من التفاؤل لكل قمة تعقد في المملكة العربية السعودية. لعلنا نتذكر القمم التي انعقدت هنا ودورها الفاعل في تاريخ الأداء العربي: قمة 1976 في الرياض، قمة 2007 تقريبا أيضا انعقدت في الرياض، وكلها كانت عاملا فاعلا على إعادة الصوت العربي مع في 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 الصراع مع الاحتلال الصهيوني ومحاولة إقناع القوى الدولية بسلامة الموقف العربي. لكن قمة الدمام تنعقد حقيقة في ظرف سياسي حاد وحساس جدا لم يمر على منطقتنا مثل هذه صحيح. الظروف، وهي تنعقد أيضا في وقت أن المملكة العربية السعودية هي الأخرى بدأت في موقف سياسي أقوى مما كانت عليه في السنوات الماضية. إذا كانت المملكة العربية السعودية قد حققت خطوات سياسية كبيرة، لكنها في هذا العصر الزاهر، عصر سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بكل تأكيد وصلت إلى مرحلة من النضج السياسي الذي واهلها لأن تقود العمل العربي المشترك إلى بر الأمان، إلى حيث تريد القيادة الحقيقية للعالم العربي، إلى حيث تريد المملكة العربية السعودية، إلى حيث تريد مصر، كل العقلاء في العالم العربي بكل تأكيد يسعون إلى أخذ العمل العربي المشترك إلى ما يحقق الأمن القومي العربي المشترك، إلى ما يحقق حل القضايا العربية. بكل أسف الآن هناك الكثير من الملفات الدامية التي تعصف بمنطقتنا العربية، والتي بكل أسف أن كثير من الدول العربية مغيبة عن وضع حل لهذه القضايا. فلذلك نراهن على أن قمة الدمام بقيادة سيد خادم الحرمين الشريفين ستقود القرار العربي لأن يكون حاضرا في حل تلك القضايا. أنا أؤكد على أن أول ملف ستبحثه هذه القمة بكل تأكيد هو ملف الأمن القومي العربي الذي يتهدد من سواء من نظام الملالي الإرهابي أو يتهدد من التنظيمات الإرهابية التي تتغذى أيضا على المال الإيراني أو على المال القطري. وبكل التابعة أسف أيضا أكيد لإيران. اسمح لي أن أرحب بضيف الذي انضم إلينا عبر الهاتف، مدير مكتب صحيفة الوطن بالدمام الأستاذ حامد أشهري، أهلا بك. أكد عدد من المختصين أن القمة العربية التي ستقام في الدمام ستكون فرصة تاريخية أمام الدول العربية للخروج من دائرة الإحباط والعودة إلى ملف تطوير منظومة العمل العربي المشترك، كيف تعلق على ذلك؟ نعم، أتصور أن المرحلة حالة الأزمة تمر بها الدول العربية والمحيط الملتهب الذي يشمل كثير من الدول العربية وحالة الصراع المحتدم داخل النطاق العربي يجعل أن كثير من الملفات ستناقش خلال القمة العربية. نعم. الصين، سوريا، ليبيا، اليمن، دخلت الإيرانية، مكافحة الإرهاب، السوق العربية المشتركة، ملفات كثيرة وقضايا مهمة تحمل أجندتها. أتصور القمة العربية في الظهران سيكون يعني أتوقع أن الملف الفلسطيني سيكون هو من ضمن الملفات الثابتة منذ سنوات وهو موضوع بشكل دوري على القمم العربية. والملف الفلسطيني يعد الأبرز والأقدم في هذه الملفات وسيطرح في هذه القمة بشكل خاص،
خاصة أن الوضع الذي تتعرض له قضية فلسطين بجانب التطورات التي تحدث منذ إعلان الرئيس الأمريكي نقل السفارة والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لإسرائيل أدى إلى عودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة مرة أخرى، كما أن الأزمات في سوريا وليبيا واليمن علاوة على التهديدات الإيرانية والتدخلات وتنمر إيران داخل المنطقة وسيطرتها على كثير نعم. من وإثارتها إلى 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 كثير من ودعمها إلى كثير من التنظيمات الإرهابية سيناقش بشكل كبير في هذه المرحلة. أيضا سوريا وما تشهده على الأرض من تطورات مؤسفة ذهب ضحيتها كثير من الأبرياء نعم. ومعاناة شديدة للمدنيين، وكذلك السيادة السورية التي أصبحت منتهكة من عدة أطراف وتدخل الروسي في 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 سوريا نعم. يجد سيجعل من الجامعة العربية حريصة على أن تكون لها موقف نعم. الدول العربية كذلك موقف حازم في هذا فيما يتعلق بهذا نعم الموضوع. جميل جميل. الأستاذ مدير مكتب صحيفة الوطن بالدمام الأستاذ حامد الشهري، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف. أنتقل المشاهدين إلى ثالث ملفاتنا الصحفية مع انطلاق فعاليات المؤتمر 16 لمؤسسة الفكر العربي فكر 16 في إمارة دبي، وتهدف المؤسسة من خلال مؤتمرها إلى توفير فرصة استراتيجية للمشاركين من أجل التحاور والتبادل العميق للأفكار والخبرات في محاولة للتصدي للتحديات الراهنة التي تواجه الوطن العربي، وكذلك لبحث السياسات البناءة اللازمة لإيجاد الحلول ورسم خطوة عمل مستقبلية تسهم في بناء الاستقرار في دوله ومجتمعاته. ويشكل المؤتمر منصة تجمع مسؤولين رفيعي المستوى وقادة فاعلين من القطاعين العام والخاص ومفكرين وصناع قرار واستراتيجيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ونخبة من كبار رجال الثقافة والفكر والإعلام والخبراء والشباب. أستاذ مبارك، إلى أي مدى يعكس هذا المؤتمر الشعوب العربية؟ وكان عندك تعليق على الموضوع السابق. كان عندي تعليق على عجالة فقط أن القمة العربية تنعقد والعالم العربي يشهد تعافي كثير من الدول العربية الآن هي في طور التعافي والاستقرار السياسي، ثم هناك أيضا الدول العربية في سبيل الاستصحاح ودفعت المملكة العربية السعودية والدول العربية لأن تعود هذه الدول لممارسة دورها الريادي. نعم. أعود إلى سؤالك وهو مسألة الفكر العربي، ونحن نتكلم عن الجانب السياسي، حقيقة أنه الآن بات ينعدم أو يقل دور المفكر العربي في الشأن السياسي. أصبح المفكر العربي الآن لا أقول مهمشا بقدر ما أقول أنه مبعدا عن المشورة السياسية، عن الأخذ، عن التأثير في الشأن السياسي على مستوى العالم العربي ككل. يقودني مؤتمر الفكر العربي في دبي إلى مؤتمر آخر في الرياض وهو عاصفة الفكر العربي، ثم هو يقودنا أيضا إلى اتفاقية فكرية وثقافية وقعها سمو سيدي ولي العهد في باريس مع وزيرة الثقافة الفرنسية. هو الملف عن هذا الموضوع بالضبط. معنا، لكن إذا سعفنا الوقت راح نتطرق عليه ونتحدث بشكل أريد أن أقول أن هذا الجانب الفكري بأكمله هو يندرج مع رؤية المملكة العربية السعودية التي تؤكد على مسألة الاستثمار في الثقافة، في الفكر، في فكر مواطن، في فكر مواطن العربي بأكمله. ولعلي لفت نظري حقيقة تصريح الأمير خالد الفيصل عندما قال أيها المفكرون انهضوا فقد مللنا الانتظار، أيها المفكر العرب نعم. فقد مللنا الانتظار. هذا ما يؤكد ما قلته سابقا من أن إما أن المفكر بات يشعر بالعزلة والانطوائية ثم استسلم لمملكة الخاصة، أو أن الشأن السياسي أشغل الدول عن المفكرين وإبداعاتهم. لكن المؤكد هو وجوب أن ينهض المفكرون بواجبهم تجاه المناهج، تجاه الثقافة، تجاه الفكر، تجاه انتشال نعم. المجتمع والاستثمار في العقول البشرية الناشئة الحقيقة التي باتت الآن تقود كل مفاصل العالم العربي. بكل تأكيد أن جانب الفكري جانب مؤثر مهم. وخطير في الثقافة التي نطمح إليها. الحديث معك ممتع أستاذ مبارك، أشكرك ضيفي محلل السياسة أستاذ مبارك العاتي. أيضا مشاهدينا في الختام أشكر ضيوفي عبر الهاتف مدير مكتب صحيفة الوطن بالدمام الأستاذ حامد الشهري، وأيضا دكتور
محمد الفايدي خبير أمني واستراتيجي، والشكر الأول والأخير لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.